يلا يا زادي، يلا يا معلم، عمل لك شيء. وكي يو بديج فرد ودي شو هذا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، حياكم الله. رجعنا لكم يوم مباراة، ردت مع مباراة ريال مدريد وفيريال يا اخوان، القمة القمة يا اخوان. قبل موقعة باريس سان جيرمان بدوري الابطال يوم الثلاثاء يا اخوان، وحتكون يعني هاي مباراة مثل ما يقولون انه يعني تحضيرية تحفيزية لريال مدريد، لازم يعني يضربون فيريال بالاربعة والخمسة حتى يستعدوا لباريس. انت ما فيريال بطل اليوروبا ليج انت، ان شاء الله ان شاء الله ربح لينا يا اخوان ان شاء الله. لا تنسون يا اخوان من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد. حبايب القلب احنا نصل بهمتكم. مباراة بلجيا يا اخوان، وهيو كني فيريال ضغط ونزل بالقوة فاربي. حلو ايه بالك يا معلم، اول دقيقة يا زلمة رد بالك يا زلمة، يا زلمة لعب الفريق كله، انت شايف يا معلم شو عامل؟ اه والله يا معلم رد بالك مليح. يا الله يا الله، ضربوا يا زلمة، لك والله ضربوا، الحكام بيعطوها حمراء يا زلمة، بدون كرة يا اخوان، بدون فينيسيوس. كرة بيك فينيسيوس رايح عطابة يا زلمة، انا الحارس ماله فينيسيوس، اقسم بالله حرام، بيعطوها حمراء يا زلمة، يجي يعمل له هيك؟ انت عم تلعب كرة قدم ولا؟ رد بالك مليح، رد بالك، شوت، لا يا سلامات سلامات يا زلمة، اقسم بالله حرام يا زلمة، كان بلعت الاول سلامات والله يا زلمة، قول عشان انتار يا زلمة، شاطها بالعارضة ضربة جزاء يا زلمة، فرج مو حرام. كان ضغط ضغط من فيريال يا زلمة، مالهم يا زلمة الريال مالهم؟ شوف شوف مو طبيعي يا زلمة، فيريال الغواصات نازلين كسع مش مزح يا معلم، رد بالك مليح يا معلم، ايش صاير؟ مالكو يا إيه؟ زلمة مالكو؟ ايه؟ ولش اوط مالكو؟ خليه يشوط خليه يشوط يا رب دخيلك يا عم، شلون جابها هذه يا زلمة؟ شلون جابها دخيلة؟ الله شلون جابها؟ عمري انا على الصقر، ايه؟ اسد كورتوا اسد، اقسم بالله لو ما كورتوا يا زلمة السنة هاي ما يحلمون بالدوري، كل لعبة يجيب جول جولي، روح هذا قلب الهرب شوط، لا حارس الذيب جابها، الله دخيرة الله يا زلمة، شوطة مليح يا زلمة بالقلب، اقسم بالله حرام عليك حرام. حلو شلون بيضيع هيك جارث بيل؟ يا الله اخر فاول يا اخوان، حكم عطى اربع دقائق وضع. يلا كاسيميرو كوينه متسلل، بس متسلل كوينه طاح كذا طاح هذا كبير كبير اوف يا مارسيلو. وانتهاء الشوط الاول يا اخوان بالتعادل اصفار بين فيريال وريال مدريد، تعادل اشوفه معادل ابدا يا زلمه، فيريال الشوط الاول كانوا افضل بمراحل من الريال يا زلمه، يا زلمه معلش يا زلمه يعني سلبهم بالشوط الثاني حرام يا زلمه، شوط يعني كارثي للريال مدريد يا اخوان هذا الموسم، يعني اذا لعبوا هيك مع باريس حتبلع يا معلم، انت مع ميسي ونيمار كبير، واحد بيسجل واحد بيصنع. امبارح نيمار باريس والباريس مبابي 93 يا اخوان، 93 حطها بالشباك زرع هذا، ميسي يصنع يا اخوان والمبابي يسجل، وجهز ميليتاو قلبه الله يستر، بس ان شاء الله احنا قدها وقدود ان شاء الله يا زلمه قدها والله يا اخوان. اللعبه انا اعتقد 50 في 50 راح تكون، ومستوى الريال على فتره اخر فتره متراجع، يعني تعثرات كثير بالليغا واقصى من الكاس من قبل اتلتيكو بالباو، فيعني باريس اقصى من الكاس يا حبيبي، يعني مستوى انا ما تعرف باريس بار لعب اللي حب يربح بالدقيقه 90 معليش، بس باريس اذا ما حاسم لي حاسم الدوري بال 11 ريال مدريد ما قام يعرف يحسم الدوري، الدوري الفرنسي مثل الدوري، وبعدين كريم بنزيما، وبعدين كريم بنزيما ما راح يلعب حبيبي، معليش ما بيأثر، كون معليش هداف الدوري الاسباني وهداف فريقك هذا ما بيأثر ما بيأثر بنشوف. عموما يا اخوان موعدنا الثلاثاء، وانتظرونا بردة فعل خرافية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. ورجعنا لكم يا اخوان بشوط ثاني من مباراة ريال مدريد وفيريال، ان شاء الله ان شاء الله ربح ملكية، انا اتوقع يا اخوان فوز الريال 2-0. الله اشوفك مكثر يا غالي، وين يا بتغاد تلعب مع اسوسونا؟ ان شاء الله ان شاء الله.
لا لا هاي مباراة تعثر للريال مشان تلخبط لهم تلخبط لهم مثل ما يقولون الاوراق قبل موقعة باريس بالبارك دي برانس. ما خرجكم يا كبير لانك حتقلع وانت خسران من هون ان شاء الله على الباريس. ما خرجكم حبيبي. هلو شوك يا الله وك من هذا بيل ولا سينسيو بيل هذا الحارس والله زي لما صدق يا الله يا قرف بيل مستحيل عارضة يا زلمة ضربت بالعارضة يا رب يا رب يا رب يا زلمة اقتراح بتقول خطفها فالفردي معلم روح شوف الحمد لله يا زلمة شلون تغلط انت مشان الله يا باريخ اطلع يا زلمة وين هاي يا بيني وين هاي تعطيهم جول يا زلمة اشكره وين هاي يا فينيسيوس يا كبير فينيسيوس على الراس والعين البرازيل المتعدي الكبير اليوم مو مستوى الكبير بدا يضيع جباري بسم بالله حرام حرام راح تندم يا الريال هذا يا زلمه فراد واضح شلون ضيع هذا باريخ شكون يتملعب يا زلمه مشان الله يا زلمه شاطها بيني يا اخي شاطها يعني شو بده يساوي شاطها والله شاطها بس حارسهم يا زلمه متالق اليوم متالق ما شاء الله صار شوطه بيل وشوطه تاي وشوطه انفراده بيل الشوط الاول انقلع يا زلمه انقلع اي صرت ساعتين حارس شو على برشلونه طعمك ثلاث ما ادري اربعه كان ثلاثة من ممفيس دي باي في البيكوتينو اجيب لحيبة برشلونة الموسم يزل تمام برشلونة يا ولد يلا دخيل الله خلص يا بيل ولي شيل يا معلم يا زلمة شو ماله دفاع يا زلمة شو ماله دفاع يا ريال اتماسكوا يا زلمة اتماسكوا ثلاث اربع انفرادات يا زلمة تعب امام ريال مدريد بدك تنزل ثلاث اربع انفرادات يا زلمة تطيهم قدام الجوال بدك تنزل انت الله ستر اليوم كريم بنزيما موجود يا زلمة كان سجلوا لا ايه؟ والله جد بنزيما موجود كان بلعنا حنا شو تبلع يا زلمة ما في عندك عم يسجل جوال لحد الان ما في حدا عم يعرف يسجل يا زلمة معليش معليش يا رب يا رب الحمد لله الحمد لله راحت يا زلمة الحمد لله ان شاء الله يكون القادم مباراة التعثر للريال ان شاء الله يا اخوان الريال دائما ما يكون يا زلمة خصم عنيد لكم دائما الفريق لانه يا اخ والله فريق امس اذا تعثرتوا راح تكون المباراة الخامسة توالني احبكم ارضه عم بحكي بارضه انت ما صار لكم خمس مباريات ما تذوقوا طعم الفوز يا حبيبي لانكم لستم برشلونة الشوط الثاني ريال افضل يا زلمه زين ما سمعش ما وصل الجول ابدا خالص يا زلمه ما وصل الجول رد بالك كورتوا رد بالك يا ويلي جابه كورتا جابه تيبو ربي دخيلك انت وين رحت يا اخي وين رحت تشرقت هيك يا زلمه ايه يا اخي ارجع لورا ارجع حرام عليك انفراد صريح سلامات 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 للريال يا اخو بس بتسلم ويمكن سلم اي بي شوي طالع ولا طالع شي نص متر كذا يلا يا زعبي يلا يا معلم عمل لك شي وكيل يو بديتش فرد وكيل شو جوال عارضة ناتشو وكيل عشان شالوها للنيابة اقعد اقعد ولا اقعد ما ترباهوش اليوم ما ترباهوش اقسم بالله حرام يا زلمة حرام القام يصير انا حرام يا زلمة حرام يا زلمه انا قلت واحد على الجول تبع الفيديو شلون يا جد بالعافيه بسم الله طبعا بدها تفوت يا بس انا اريد افهم انا قلبيه الدفاع تبع فيريال وين وما هذا شلون راح هذا الفرد شلون هيك راح وين الدفاع وين الارتكاز وين الدنيا يا زلمه ولا ناتشو شاطها والشاطها وجد منين جاء هذا اللاعب وين نزلت وين مباراة التعثر بدك تتعثر وبدك تروح على باريس بمعنويات محبطة وبده اشبيليا ياخذ الدوري ان شاء الله يتقفز الفارق لاربع نقاط يا اخوان ظل الفارق اربع نقاط واشبيليا ممكن يعملها ويسويها ويخطف الصدارة من مدريد ومدريد يطلع بموت انت رايك على اشبيليا اي ممكن ليش لا يعني هون يا اخوان نكون انتهينا لنهاية ردة فعلنا على مباراة ريال مدريد وفيريال مباراة صراحة كانت شوط بشوط شوط أول لريال شوط ثاني لريال مدريد بس ريال مدريد كان صراحة يعني شوط الثاني نزل يعني نزل ضيع فرص محققة إذا ثلاث أربع انفرادات ضيع يا زلمة وعوارض حرام يا زلمة الحارس شوف الحارس نجم المباراة طبعا يعني فيريال قتلنا قتل يا زلمة يعني بس ريال من دون بنزيما يا إخواني يفتقد الكثير من الأمور يعني ومودريتش كمان ما كان نزل
ريال مدريد بيش تشد عليها يا الريال بيش تشد معلش في حال بدك تعدي من باريس كمان ما لعبوا مشان باريس لان خوفا انه يعني يكون عندهم اصابات عموما الموعد القادم باريس راح يكون الاختبار الحقيقي للريال يا اخوان ان شاء الله ان شاء الله عندي امل انه راح نضرب باريس راح نجيب نتيجه من باريس اخوان باريس انجل راح نجيب نتيجه من باريس بباريس ان شاء الله ان شاء الله موعدنا عموما الثلاثاء القادم لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس خلي يصلكم كل جديد لانه انتظرونا بردات فعل خرافية وتحياتي